أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي برنامج نهاية الأسبوع وفقرتنا الأسبوعية الصحفية. منورنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا زلمة، صباح الخير. صباح النور، دايما منورنا يا فندم. أشكرك، ربنا يخليك. طبعا يا فندم، يعني أبرز حدث واللي عايزين حقيقة نركز عليه من كل الجوانب هذا الأسبوع، حرص الدولة الدائم على التواصل مع الشباب اللي كان مفقود لعقود طويلة، والاستماع طبعا استماع الرئيس بنفسه لأفكار الشباب ورؤاهم حول مختلف القضايا مختلف التحديات ومناقشة وجها لوجه. المؤتمر اللي كان في جامعة القاهرة الأسبوع اللي فات، في المجمل الأول قبل ما نقول تفاصيل وسيادتك، شفته إزاي؟ شوف يا أستاذ مهدي، ده يعتبر المؤتمر السادس اللي بيلتقي فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثلي شباب مصر، ويمكن عددهم المشاركين في المؤتمر وصل لحوالي 3000 شاب من مختلف محافظات مصر. مزبوط. الميزة الكبيرة جدا في هذا اللقاء هو أن يكون هناك حوار ما بين رئيس الدولة والحكومة وبين هؤلاء الشباب، أن يكون هناك نوع من التواصل وإطلاع الشباب على الواقع الذي نحن فيه الآن وما كان قبل ذلك، والجانب المستقبلي اللي يهم الشباب في المقام الأول، لأن كل ما ينجز الآن هو من أجل هذا الشباب ومن أجل أبنائه. نمر الثلاثة، إن احنا بنعد هؤلاء الشباب لأن يكونوا قادة المستقبل. كيف يكون قائدا وهو غير ملم بواقع بلده ومشكلتها والتحديات أو حاسس بفجوة بينه وبين بالضبط المسؤول؟ عندما يكون هناك حوار مفتوح ما بين، وده بالمناسبة نكاد نكون الدولة الوحيدة في العالم اللي احنا بنعمل هذا الحوار بهذه المدة الطويلة. وفكر حضرتك بالمؤتمر السابق عندما شارك فيه شباب عالمي أيضا في هذا اللقاء، ويمكن تنظروا كيف يظل رئيس الدولة من أول النهار لآخر النهار موجود وسط مع الشباب ويتحاور معهم بشكل صحيح. كبير جدا. طبعا الحوارات دي بتطمئن هؤلاء الشباب بصرف النظر عن المشاركين، ده شباب مصر كلهم، لأنه بيشوفوا هذه الحوارات بتطمئنهم، الجلسات بتوزع على الهواء مباشرة، فبيطمن الشباب إلى مستقبله القريب والبعيد أيضا، بالإضافة إلى أنه بيصحح لديه، قد يكون لديه معلومات مغلوطة عن موضوعات معينة أو مشكلات معينة بيواجهها المجتمع، وبالتالي عندما يصارح الرئيس بها الشباب ويوضح لهم حقيقة الموقف تماما، هنا بيرد عن أي شائعات عندما يتم نشرها ما بين الشباب بهدف زعزعة الاستقرار داخل الوطن بشكل كبير جدا. ويمكن في الشهور الأخيرة بما يسمى بالحرب الإلكترونية كل يوم تلاقي 20 شائعة بين المجتمع كله، فبالتالي عندما يتم الرد، النقطة دي تحديدا يتم الرد عليها بلا شك بنصحح المعلومة ونعطي المعلومة وعارفهم السابقة. بالعدد بالضبط. وكان في مصارحة هنا. نعم. بقى بيأتي أستاذ رفعت أهمية ان احنا دايما كان بيتقال ان دايما كل السنين اللي فاتت غير ان المسؤولين ما كانوش شايفيننا قوي، كمان كان في استخفاف بالافكار بالزبط. ودايما ده كان واضح كمان في تصوير الشباب في اي عمل حتى فني، ان هم مستهترين ما عندهمش افكار، دايما محتاجين لولايه ورعايه ومحدش بياخد بافكارهم، وفي الاخر بيحصل لهم مشاكل ومصائب وكلام زي كده. الحقيقه دي كانت من الحاجات اللي مضايقه ناس كتيره جدا، احنا مش كده. نعم. ومش كل الناس مستهترين، ومش كل الناس عندهم اللامبالاه اللي كانت بتتصور لكل الناس ان شباب مصر كله عنده هذا النوع من اللامبالاه، لا احنا لقينا حاجه زي كده. هل حضرتك تتوقع بعد كده ان يستعان بالشباب بطريقة أكبر، أو الصورة بتاعت الشباب المصري تكون شكلها أوضح من كده؟ لا ده مش يتوقع، هي الدولة بدأت في هذا المجال حتى بالنسبة لتعيين مساعدي ونواب الوزراء في أكثر من وزارة. الأصدر أيضا قانون المحليات والانتخابات المحلية الذي أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعجال في عملية إنهائه عشان نبدأ الانتخابات المحلية على المستوى القومي، تشكيل المجالس المحلية سواء على مستوى القرية أو المركز أو المدينة أو على مستوى المحافظة
25% من هذه المجالس من الشباب و25% من المرأة وهكذا. عندما ودي مهمة جدا جدا، لأن البعض حضرتك إيه زي ما حضرتك أشرتي يقول لك عزوف الشباب عن المشاركة السياسية، ما فيش الاهتمام بالشباب إنهم يخلوهم في الواجهة والمسؤولية. ما هو برضو من الظلم إن أنا أجيب شاب ليس لديه أي معلومات أو ثقافة أو دراية أو خبرة بالعمل السباق وبعدين ارجع ويفشل ويقول ايه ده فشل، ده انا السبب في فشله، لان انا لان لم اعده اعدادا جيدا. فاجي حضرتك دلوقتي ببساطه شديده جدا، ما يخش الشاب في الانتخابات المحليه ويبقى عضو المجلس المحلي المحافظه او على مستوى المركز، مش بيبقى عارف كل مشكلات المحافظه بتاعته والدايره التي يمثلها هذا الشاب في المجلس المحلي. صحيح. وطاقته ونشاطه كلها يكون موجهين وكمان ايه للخدمة. بدا يتواصل مع الناس، ما هو انتخبوه على اي اساس؟ لقوا فيه عارفين. نوع من الامل ان يكون قياده شابه تعبر عنهم وتنقل مشاكلهم للمسؤولين في المحافظه. فهنا بدا يلم بالواقع المجتمعي في محافظته، وبالتالي ايضا يكون ملما بالواقع المجتمعي على مستوى الدوله. يبقى انا بجهزه هنا ان يكون نائبا برلمانيا في الفتره الاولى، يكون نائب خدمات على مستوى المجالس المحليه، اي بيحل مشاكل القريه ويحل مشاكل كذا، كل دي خبره وبالتالي عندما ينضج يكون مؤهلا لان يكون عضوا في البرلمان للتشريع ورقابة الحكومة. يبقى هنا في الحالة دي أنا أهلته أن يكون قيادة شابة، وعندما أختاره كوزير أو أي مسؤول في الدولة أعد إعدادا جيدا، وبالتالي تكون قراراته صائبة وأيضا يكون قراراته أو متابعته لتنفيذ القرارات دي جيدة. يبقى هنا فعلا حطيت الشباب على التراك أو على الطريق الصحيح. صحيح. هنا إعداد الشباب لقيادة الدولة بهذه الصورة. فقبل ما انتقل